اشترك في قناة قصة حياة وقم بتفعيل الجرس لمتابعة كل جديد أولا بأول. اكتشف سرا خطيرا عن صديقه فاروق الفيشاوي وندم على تعاونه مع فيفي عبده. تزوج ممثلة شهيرة واعترف بخطئه بعد انفصاله عنها طالبا منها السماح. أنتم تشاهدون قناة قصة حياة على يوتيوب، وهذه هي قصة حياة وأسرار الفنان كمال أبو ريا. ممثل مصري قدير سطع نجمه في تسعينيات القرن الماضي ليكون في الصف الأول ضمن نجوم مصر والوطن العربي. نعود للعام 1962 وتحديدا لليوم الثالث بعد العشرين من شهر أكتوبر، حيث ولد نجمنا حينها في قرية كفر سعد التابعة لمدينة دمياط في مصر. اسمه الحقيقي عبد الرحيم كمال أبو ريا، يتبع لمواليد برج العقرب الفلكي وينتمي لأسرة مسلمة الديانة. نشأ نجمنا في قريته تحت كنف والده الذي كان محبوبا بشكل كبير من قبل أهل القرية. وبعد انتهائه من المرحلة الثانوية عزم على الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج منه عام 85. عرف منذ بداياته في عالم الفن بطلته المبهرة ووسامته الأخاذة، حتى بات الجمهور ينتظر ظهوره في كل مرة ويعشق إطلالته. بدأ مسيرته الفنية من خلال خشبة المسرح، حيث قدم أول دور تمثيلي له في مسرحية تحمل عنوان سيرك يا دنيا عام 82، وعملا تلو آخر انتقل منها إلى السينما، حيث شارك في أول فيلم سينمائي له تحت عنوان تل العقارب في منتصف ثمانينيات القرن الماضي. تلته عشرات الأفلام التي كانت الواجهة لتتعرف الجماهير العربية والمصرية على موهبته ووسامته، وقد كان من أبرز تلك الأفلام فيلم عندما يتكلم الصمت وفيلم دماء بعد منتصف الليل، إضافة إلى فيلم قيود من حرير. أما على الشاشة الصغيرة فقد تألق فيها مؤديا أدوار البطولة المطلقة في العشرات منها، ابتداء من مسلسل السيرة الهلالية مع نهاية التسعينيات، وتوالت أعماله بعدها مقدما عشرات المسلسلات، نذكر منها مسلسل امرأة في شق الثعبان، ومسلسل عفاريت عدلي علام، ومسلسل أفراح إبليس بجزئه الثاني، ذلك فضلا عن مسلسل طائر الحب إلى جانب فيفي عبده. وعلى الرغم من النجاح الذي حققه المسلسل، إلا أن كمال وفي أكثر من لقاء له عبر عن ندمه الشديد على تقديمه ذلك الدور، متمنيا أن يعدم هذا العمل من تاريخه الفني. أثناء دراسته في المعهد العالي للفنون المسرحية تعرف كمال هناك على الفنانة ماجدة زكي، وارتبط الثنائي بقصة حب في بداية شبابهما ليتزوجا مع بداية انطلاقتهما الفنية. هذا الزواج أثمر آنذاك عن إنجاب ثلاثة أطفال هم أحمد وكمال وحبيبة. وعلى الرغم من الحب الذي جمعهما سويا والذي كان الوسط الفني شاهدا عليه، إلا أن الثنائي قرر الانفصال بعدما يقارب 20 عاما على الزواج، ووقع الطلاق لأسباب بقيت مبهمة، إلى أن خرج كمال بتصريحاته في أحد اللقاءات المتلفزة متحدثا عن حياته الزوجية وأسباب انفصاله بقوله أن زوجته كانت تساعده كثيرا أثناء عمله، وأضاف أنه على الرغم من كون الطلاق وقع بالتراضي بين الطرفين، إلا أنه تأثر بشكل كبير بسبب تعلقه بأولاده. وأكمل عن أسباب الانفصال آنذاك موضحا أنه ومع مرور الوقت تتغير الكثير من الأشياء وتظهر عيوبا كثيرة من قبل الطرفين، ليتفاجأ كل منهما بالشريك الذي اختاره له، وتصبح الحياة الزوجية على حافة الانهيار. وفعلا هذا ما حدث معه وزوجته، حيث بدأت الخلافات بينهما بعد أن أدرك كل منهما أنه تزوج الآخر لأسباب معينة. لكنه صدم بعد هذه الفترة بما وجده في شريكه، إلى أن اتخذ الثنائي قرارهما بالانفصال.
وأكمل كمال أن استمرار العلاقة يحتاج إلى حرص كل من الطرفين أن يدرك مكانة الطرف الآخر في حياته وأن يتفهمه. وأنهى حديثه معتذرا من زوجته على الأخطاء الكبيرة التي ارتكبها في حين هي كافحت لتربي أولادهما وتتحمل المسؤولية. والمعروف عن كمال أن لديه ابن يدعى أحمد أبو ريا، والذي بات مؤخرا ممثلا جديدا على الساحة الفنية. وكان قد تحدث كمال أنه غالبا ما يتأثر الأطفال بمهنة الوالد أو الوالدة، لذا كان حريصا وأثناء دراسة ابنه أحمد أن يستفسر عن رأيه بدخول عالم الفن عندما يكبر، الأمر الذي قابله أحمد بالسخرية ليجيب بالنفي في كل مرة بأنه لا يمكن أن يدخل عالم الفن. إلا أن الحال تبدل بعد سنوات، حيث تحدث إليه أحمد وأخبره أنه يريد دخول المجال الفني، وتفاجأ حينها كمال أن ابنه ضمن طاقم تمثيل مسلسل قوت القلوب. قابل كمال قرار ابنه بالتقبل، وأضاف أنه عندما شاهده في المسلسل وعلى الرغم من ارتكابه بعض الأخطاء كونه ممثلا جديدا، إلا أنه أدرك موهبته وخفة دمه وشجعه على مواصلة مسيرته. بعد انفصاله عن زوجته دارت حول كمال الكثير من الإشاعات حول زواجه سرا وارتباطه، كان آخرها إشاعة زواجه من الفنانة نرمين الفقي. وبين تأكيد ونفي لذلك الخبر وسط تداول كبير من قبل جماهير النجمين، خرجت نرمين نافية تلك الإشاعات، مؤكدة أنه لا تربطها سوى علاقة زمالة مع الفنان كمال، مضيفة أنها لم تتزوج بعد انفصالها عن خطيبها السابق. وأكدت أن الإشاعات ظهرت بعد أن شاهد الناس كمال وهو يتردد إلى الفيلا الخاصة بها أكثر من مرة، موضحة أنها تعتبره صديقا مقربا جدا منها وتطلب مساعدته في أي موقف تتعرض له. وبدوره نجمنا نفى تلك الإشاعات وأكد أنه لم يرتبط بأحد بعد انفصاله عن الفنانة ماجدة زكي. كان نجمنا قد تحدث عن الصداقة القوية التي تربطه بفاروق الفيشاوي وعائلته، حتى أن الطبيب الخاص لفاروق أخبر كمال عن مرض صديقه بالسرطان قبل أي أحد، وصدم حينها بشكل كبير ووقع في حيرة حول كيفية إخبار صديقه بهذا المرض. وفي أول ظهور لكمال بعد وفاة فاروق، بدت عليه كمية الحزن والتأثر بوفاة صديقه، وصرح لاحقا أنه يشعر وكأنه بات وحيدا بعد رحيله.